تمام يا عزة، اتفضلي. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر طبعا الدكتورة إيمان زكي لاستضافتها ليا في موضوع الساعة زي ما احنا بنقول، وده كونفليكت للأدلت والأدوليسنس والتشايلد هود. وبشكر السادة الحضور، مشرفينا ومنورينا، أساتذتي الأفاضل كلهم. هستارت طبعا الكرايتيريا بتاعت الدياجنوستيك والستاتستيكال مانيوال الفيفث اديشن، اللي هو احنا بنحدد بيه الكرايتيريا بتاعت البوست تروماتيك ديس اوردر. زي ما الدكتورة إيمان زكي قالت ان طبعا البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر في التشيلدرن بريفالنت وموجود، يعني موجود وورلد وايد. وطبعا مع الكوفيد 19 بانديميك البرسنتج ابتدت تزيد، ولقوا ان العدد بتاع البرسنتج بتاعتها زي ما الدكتوره ايمان قالت، في بس 5% من التشيلدرن ممكن يديفلوب بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، الباقي ممكن اكسبوز لتروما لكن مش لازم يتحول لتشايلد هود بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. هنعرف ازاي دلوقتي، هناخد كل كرايتيريا نشرحها لوحدها ان ديتيلز عشان نستوعب ايه الكرايتيريا بتاعت البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. طبعا في انواع كتيره، وكان في كلينيكال برزنتيشن للدكتوره منى زكريا. طبعا التروما ممكن تيجي من اي مكان، ممكن تيجي طبعا زي ما احنا شايفين من هاوس هولد، ممكن تيجي من وور يعني من حرب، ممكن تيجي من ناتشرال ديزاستر، ممكن تيجي من سيكشوال او فيزيكال ابيوز، ممكن تيجي من بعد او سيبريشن ان انكزايتي او فقدان لحد، او ان الطفل يشوف sudden violent أو death لحد هو يعرف. إيه الـ key points بتاعت الـ DSM-5 diagnostic criteria for PDSD؟ هي عبارة عن لازم يبقى فيه outside event، لازم فيه event حصل عشان بنسميه الـ event. الـ outside ده مش inside، يعني بخارجي. الـ outside event بنسميه trauma، عشان كده هو اسمه بوست تروماتيك. لازم يحصل تروما علشان نقدر نخليها تبقى بوست، الكرايتيريا تبقى بوست تروماتيك. وليها كاتيجوريز، الكاتيجوريز هناخدها ان ديتيلز. طبعا في سيمتومز للانتروجن والافويدنس والنيجاتيف الترنيشن للمود والماركت الترنيشن للاروزل والاكتيفيتي، هناخدهم ان ستيب وهنفهم كل واحد بالتفصيل. وعايزين نقول في الاخر ان الـ DSM-5 symptoms بتاعت البوست تروماتيك دي للادلت والادوليسنت والتشيلدرن above 6 years. هل اللي تحت below 6 years مش بيحصل لهم بوست تروماتيك ستريس انكزايتي؟ لا، بيحصل لهم بس بطريقه مختلفه. الطفل بعد سنه ممكن يحصل له بوست تروماتيك ستريس انكزايتي او ديس اوردر. لو جينا نشوف السب كاتيجوريز سيمبتومز للبوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، هنلاقي ان هي 5 كاتيجوريز: كاتيجوري A، كاتيجوري B، وكاتيجوري C وD وE. اول كاتيجوري اللي هي فيها تروما، بعد التروما بيبقى فيه كاتيجوري B اللي هي الانتروجن، وبعد كده الافويدنس، وبعد كده النيجاتيف الترنيشن في الكوجنيشن والمود، وبعد كده الماركت الترنيشن في الاراوزل. ودي زي ما احنا شايفين دي الكرايتيريا دي ابلاينج للادوليسنت وللتشيلدرن وللادلت كمان above 6 years. ايه الكرايتيريا ايه؟ زي ما احنا شايفين الكرايتيريا ايه اللي هي بيحصل دايركت اكسبيرينس تروماتيك ايفنت، لازم يحصل تروماتيك ايفنت ويكون واضح وصريح واوتسايد، يعني واضح مش حاجة شافها على فيديو أو شافها في تي في أو كده، لازم تكون حاجة واضحة. وممكن يكون دايركت، حصلت له دايركت أو شافها، يعني ممكن الواحد يجي له بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر لطفل لو حصل له ويتنسنج، ان هو شاف البيرسون او اي كير جيفر او اي ريليفنت لي بيحصل له التروما دي. يعني ممكن يبقى دايركت اكسبيرينس يحصل له هو، او يشوف أو يسمع
من طفل او من حد تاني حكايه، اهل بيتكلموا في التليفون، اهل عاملين جاذرينج ويحكوا عن تروما حصلت لحد، وهو يبروسس وهو صغير وقاعد بعيد بس مركز معاهم، ويشوف مثلا حد توفى، حد اتعور، حد دخل المستشفى. الحاجات دي ممكن تبقى حد يكون هو عارفه، يبقى كلوز فريند او كلوز فاميلي ممبر، يبقى ممكن ليرنينج من someone talking. يعني مش لازم تبقى التروماتيك اكسبيرينس حصلت له هو شخصيا او شافها، يسمعها بس. او زي الناس اللي هي الشخصيات اللي بتشوف على طول روتينلي حاجه بتحصل وحشه، يعني مثلا واحد ساكن قدام مكان مثلا بيدفن فيه ناس متوفيين، مدافن، واحد ساكن قدام مثلا جامع بيصلوا فيه للموتى، ناس بتشوف مثلا طفل بيشوف حاجه كل يوم in continuous، يعني بي experiencing repeated او extreme exposure، بيشوف حاجه، او واحد في حرب زي مثلا الاطفال الفلسطينيين مثلا، دول بيتعودوا ان هم عندهم exposure continuous repeated exposure ل aversive details daily مثلا او weekly ويسمعوا عنها، دول هيطلعوا مختلفين طبعا. والكريتيريا اللي هي الاي 4 اللي هي experiencing repeated or extreme exposure، ما ينفعش فيها الكترونيك ميديا، ما ينفعش ان هو شاف مثلا زومبي او alien في لعبه يحصل له traumatic disorder، لا، هو لازم يكون شافها لايف او سمع عنها لايف، لايف تروما، لازم تكون لايف تروما. كريتيريا بي اللي هي الانتروجن، انتروجن يعني ايه؟ يعني فكره التروما هتبقى تبتدي تدخل وتتطفل وتدخل جوه الطفل في الميموري بتاعته، في احلامه، في الفلاش باكس اللي بتحصل له، في الفيزيكال الوظائف الفسيولوجيه بتاعته، دي اللي هي كريتيريا بي، اللي هي presence of one or more following intrusion symptoms اللي هي associated مع traumatic event، يا اما تبقى معاها يا اما تظهر بعد ال beginning after traumatic event. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل recurrent involuntary intrusive distressing memory، بيبقى فاكر انه بيحصل traumatic دي ويحكي عنها او يشوفها، او يحصل له nightmare. طبعا الكلام ده في الاولدر ذان 6 years زي ما احنا قلنا، او يحصل له نايت مير فرايتنينج، ويبقى ممكن الدريم ما يعرفش يحكيه، يعني يصحى عنده نايت مير لكن هو ما يعرفش يحكيه، ما يبقاش ليه كونتنت، هو كونتنت بتاعه مرعب لكن هو مش هيفتكره ومش هيعرف يديسكلوز ويحكي ايه اللي حصل فيه. يبقى النايت مير دي بردك لازم الام تاخد بالها منها، ولو اتكررت كتير لازم تلجأ ل مثلا behavioral pediatrics او child psychiatrist عشان تقول له الولد بيجي له نايت ميرز كتير. تمام. بعد كده بنبتدي في الكرايتيريا بقى بتاعت الاعراض الانفصاليه، يبتدي ينفصل اللي هي الفلاش باكس، اللي هو يبتدي ينفصل عن العالم الحقيقي اللي هو فيه، اللي هو البيت والاهل وكده، ويبتدي يبقى عنده فلاش باك ميموريز من التروما اللي حصلت له، مش قاعد في الدنيا اللي هو فيها ولا في الفصل اللي هو فيها، طبعا هتاثر على الاكاديميك بيرفورمانس بتاعته، ويبقى عنده فلاش باك للتروما او الايفنت اللي حصل، ويفضل يتعاد ويتعاد ويتعاد ويتعاد، وده طبعا ياثر على تركيزه على الاكاديميك بيرفورمانس بتاعته. يعني زي ما احنا شايفين ان الفلاش باكس دي نسميها ديسوشيتيف رياكشن، اعراض انفصاليه، بيقعد فاكر الايفنت ومش واخد باله من اللي بيحصل معاه. دي بتخلي الواحد الطفل عنده complete loss of awareness، مش مركز ومش داريان باللي حواليه. تمام. ممكن الولد يعمل رول بلاي في شبه من التروما اللي حصلت له او الايفنت اللي شافه قدامه. بقيه الكرايتيريا بي اللي هي الانتنس سايكولوجيكال ديستريس. يعني ايه انتنس سايكولوجيكال ديستريس؟ الولد على طول عصبي، الولد بيعيط من لا شيء، الولد متنرفز، الولد عنده لوس اوف ابيتايت، لو هو عنده يعني بيبتدي يبقى عنده مشاكل في الشهيه بتاعته من التروماتيك ايفنت ومش عارف يقول عنها، يبتدي يبقى عنده فيسيولوجيكال رياكشن اللي هي بيبقى عنده يا اما انترنال او اكسترنال
كيوز، يعني عنده رموز داخليه جوه نفسه او خارجيه هيوضحها بنرفزته او بعصبيته او بعياطه اللي من غير سبب او عدم تركيزه في المدرسه. الايفنت خليته مش قادر يركز في المدرسه. يبتدي الفسيولوجيكال اللي هو شهيته تقل، مش عايز ياكل، مش عاوز، جسمه وجعه على طول، تعبان، مش قادر ينزل التمرين. كل الحاجات دي بتبقى في الانتروجن بتاعه التروماتيك ايفنت. لو جينا بقى للكرايتيريا سي بقى اللي هي ستيب بعد الانكلوجن، بيبقى فيه افويدنس اللي هو الولد بيافويد او ممكن تحصل من غير الانتروجن. يعني هو كل واحد ممكن يحصل سيبريت لوحده، تبقى برزنتيشن لوحدها، وممكن يحصل ان كل يبقوا زي ستيب وايز ورا بعض، سيكولي ورا بعض. الولد هيبتدي افويد، تيجي مثلا ام تقول لي ان 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 حصل وفاه لوالد الطفل تبع مثلا بعد الكورونا، الولد ما بيجيبش سيره باباه خالص، ولا بيجيب سيره ان 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 باباه مش موجود، ولا بيسال عليه خالص. اقول لها ده افويدنس للاستيميلاي بتاعه التروما اللي عند الولد ده، والولد ده عنده تروماتيك انكزايتي من اللي حصل، من اللي حصل في الوفاه مثلا، وبيحاول يستبعد عن الكلام ده. مثلا حصل له انسلت، حد ضايقه في النادي مش عايز يروح النادي، حد ضايقه في المدرسه، يصحى الصبح يبقى عنده يا اما انترنالايزنج مانيفستيشن ويعيط ويشيل في نفسه ومش عاوز ينزل، او يبتدي يفومت او بطنه توجع او يسيك اي اكسترنالايزنج مانيفستيشن، ويبتدي يافويد ان هو مش عايز يروح المدرسه عشان الايفنت او التروما اللي حصلت له جوه المدرسه دي مثلا. ويبقى ما عنده ان ابيليتي ان هو يريمبر الامبورتنت بارت، يعني لما نحكي له اللي حصل في المدرسه يقول انا مش فاكر. يعني طب ايه، انت ليه مش عايز تروح المدرسه؟ هو فعلا مش فاكر، لان هو دخل في ستيج الافويدنس، هو مش فاكر فعلا، هو مش بيافويد الاكسترنال ريمايندر، هو مش عايز يفتكر الاكسترنال ريمايندر بتاعه الايفنت اللي حصلت دي. كمان بيحصل له ان هو مش قادر يكسبيرينس بوزيتيف ايموشن، مش قادر يعبر ولا يقول اي حاجه تحميه او يحكي القصه اللي مضايقاه دي، او ان هو يعبر عن مشاعره، مش قادر. في ستيج الافويدنس الطفل ما بيقدرش يعبر لا بالسلبي، وبيبقى عنده نيجاتيف طبعا ايموشن ان هو بيعيط كتير او بيزن كتير او بيرفض ان هو يروح الاماكن اللي بتفكره بالايفنت. تاني حاجه بقى، هيبتدي يخش في مرحله ان هو يدخل في مرحله الافويدنج ثينكينج اور توكينج اباوت ات، زي ما احنا قلنا بتحصل كتير قوي في الاطفال ان هم هيافويد التروما نفسها او الايفنت اللي حصل او الداث بتاع ريليفنتلي، يجيب سيرته خالص. ده نسي جدته خالص انها توفت، وهي عماله مامته تعيط قدامه وهو عامل نفسه بيلعب وساكت وكل حاجه، وبيافويد اي حد ممكن يسد ودانه لو حد بيعزيها عشان يأفويد اي external reminder يفكره بوفاة حد عزيز عليه. اهو avoidance to avoid the external reminder من people، من places، من conversation، من activity، من object، من اي حاجة هتأروز هتصحي فيه ايه distressing memory والsuits والfeelings اللي هي بيبقى حاسس بيها الطفل. هنيجي للكرايتيريا دي. الكرايتيريا دي بقى بنخش في نيجاتيفيتي بقى. الولد بيتحول عنده نيجاتيف الترنيشن، الكوجنيشن عنده والميموري بتتاثر، بيبقى عنده حاجه اسمها نيجاتيف الترنيشن في الكوجنيشن والمود، بتبقى بتحصل بعد التروماتيك ايفنت وتورس بعد التروماتيك ايفنت بعديها، وممكن يحصل حاجه من تو اور مور من الايه من اللي جاي ده، اللي هو inability to remember important aspect في traumatic event. يعني طفل اتعرض لsexual harassment مثلا، ونيجي نقول له ايه اللي حصل، طب طوله ايه، طب وزنه ايه، طب شكل اللي عمل لك sexual harassment، يقول لا انا مش فاكر. هو فاكر بس هو مش قادر، دخل في stage اللي هي negative alternation للcognition عنده. يبتدي عنده exaggerated negative beliefs اللي هو I am bad، no one can be trusted، مش قادر يثق في حد. في اي مشكله؟ في اي مشكله في الصوت او الايضاح؟ دكتور معاذ، دكتور جرجس بعد اذنكم اعملوا ميوت لو سمحتوا، اعملوا ميوت، سوري يا دكتور. لا لا مفيش اي مشكله.
زي ما احنا قلنا هيحصل exaggerated negative beliefs، اللي هو على طول انا وحش، انا مش قادر يثق في حد، مش قادر يكلم حد. مثلا لو هو في natural disaster هيتخيل ان الورلد كله completely dangerous. مثلا هو حاسس ان هو اعصابه باظت، مش قادر يتفاعل مع اي حد. دي الستيج دي بنسميها negative alternation للcognition والمود. بيبتدي يحصل فيها ايه تاني؟ بيحصل فيها distorted للcognition، والconsequence بتاعت التروما بتخلي الطفل يبتدي يبلام himself، يعني زي او يبلام الاذرز. يعني مثلا يبلم نفسه ان هو ايه، انا ايه اللي خلاني يوديني المكان ده عشان يحصل لي فيه مثلا السكشوال هارسمنت ده، او يحصل لي تروماتيك فيزيكال ابيوز، مثلا ضرب مثلا. يعني ولد راح النادي وهو بيتدرب اتضرب مثلا، دي تروماتيك اكسبيرينس عنيفه ان هو يتضرب، او حتى ايموشنال ابيوز، اتهزق مثلا في تمرين، او تعرض لديسكريميشن وحصل تنمر وايه وقلصوا عليه مثلا في لعبه او حاجه. هيبتدي في المرحله في ستيج دي في الكرايتيريا دي يبقى عنده كونسيكونس ان هو يبليم هيم سيلف، انا ليه، ايه اللي يوديني المكان ده، انا ليه اروح. يبتدي يبقى عنده نيجاتيف ايموشنال ستيت، هو مش عايز يروح ويتحول لنيجاتيف ايموشنال ستيت، اللي هو خايف ومرعوب لو هي في حاجه ناتشورال ديزاستر او وور او اي حاجه من دي. وممكن يبقى عنده جيلت ان هو اتسبب في القصه دي، وممكن يبقى عنده تشيم ان هو خايف، تشيمفول طبعا، مكسوف ومحرج من اللي حصل له ومش عايز يحكي، مش هيحكي. طبعا هتاثر طبعا ان هو هيبقى عنده ماركلي ديمينيشد في الستيج دي للانترست، ما عندوش اي انترست، ده ما بقاش يلعب بلعبه، ده ما بقاش عايز يقعد معانا، ده ما بقاش يتفرج على التلفزيون، ده حتى الروتين هابتس بتاعته اللي هو كان بيحب يفطرها او يقعد يلعب بيها بطل. ابتدى يبقى عنده ديتاشمنت من الاخرين، سوشيال ديتاشمنت، سوشيال ويزدرول، مش عايز يقعد مع اهله، على طول منطوي وقاعد مع نفسه. ابتدى يبقى عنده نيجاتيف بليفز، اللي هو اي ام باد، الحياه مش كويسه، الناس بتموت ليه، طب يمكن ماما تموت. يبتدي يبقى عنده نيجاتيف بليفز واكسبكتيشن، طالما جدتي توفت يبقى ماما ممكن يجي لها كورونا وتتوفى زيها. فيبتدي يبقى عنده تروماتيك اكسبيرينس ونيجاتيف بليفز مستنيها او مش قادر يفكر غير فيها. لو جينا بقى للكرايتيريا ايه بيحصل فيها ماركت الترنيشن في الاراوزل والري اكتيفيتي، اللي هو الولد بقى بيبتدي يعني يري اكتيفيت نفسه ويبتدي يبقى انجري، ويبتدي يبقى ما بينامش كويس، يبتدي يتهته في الكلام لو هو هيقدر يتهته في الكلام، يبتدي دي بقى اسمها externalization، يبتدي يعمل حاجات، بيبتدي يبقى سيلف ديستراكتيف، يبتدي يخبط، ده بيكسر، ما كانش بيضرب اخته ابتدى يضربها، ابتدى يكسر الحاجات، ما كانش بيكسر، ما بينامش غير ساعتين ثلاثة. كل الحاجات دي بتخلي الأم لازم تاخد بالها وتراقب ابنها بعد أي traumatic experience، لو هي عارفاها أو تدور على traumatic experience قبل ما إيه توصل إنها تأثر على الأكاديميك performance أو اللايف quality of life بتاعته. يبقى عنده irritable behavior وانجري اوت بيرست من غير اي حاجه، من غير بروفوكيشن، يعني ده بيتنرفز وبيعيط من غير سبب، ده بس علشان مش عارفه حصل ايه دكتوره، ابتدى يصرخ ويعيط ساعه مثلا، يخش في تانترم يقعد يعيط. لا، احنا لازم ناخد بالنا، ما نقولهاش ده بيتدلع، لا الموضوع مش مستاهل، لا احنا اي هاف تو انفستيجيت، يمكن الولد ده تعرض لسكشوال هارسمنت ولا فيزيكال ابيوز، ولا شاف اي حاجه جامده، هو ويتنس ان شاف مثلا ميردر او حاجه، انا لازم انفستيجيت واشوف الطفل ده ليه فجاه حصل له الحاجات دي، ليه بيتهته، ليه ابتدى يتهته وهو ما كانش بيتهته. يعني الستارتل دي مهمه جدا 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 في الاطفال بعد 4 سنين، لازم اخلي بالي ليه كان طفل بيتكلم فلوينت وفجاه بقى عنده ستاترينج او ستارتل. طبعا والسيلف ديستراكتيف بيهيفير لو ما كانتش موجوده وولد اصلا ما عندوش اجريسيف بيهيفير، لازم اخد بالي هو ده رياكشن من الاكشن اللي حصل له فبيبتدي يتعرض ليه. وطبعا النوم، انا لازم اخد بالي هو ليه يقظ ومتوتر قوي كده، عشان ده هيفرق معايا في التشخيص.
اكستنشن للكرايتيريا اي. احنا طبعا دلوقتي في كرايتيريا اي اللي هي في السب كاتيجوري بتاعه الدي اس ام 5 كرايتيريا، عشان ما نتوهش، ده هم 5 سب كاتيجوريز. احنا في اخر واحده اللي هي كرايتيريا اي اللي هي في الدي اس ام 5 كرايتيريا اللي هي كانت في 2013 تبع الامريكان اسوسيشن بتاعه السايكايتريك اسوسيشن. هيبقى عنده طبعا يبتدي يبقى عنده بروبلم في الكونسنتريشن، وطبعا هيبقى عنده سليب ديستربنس اللي هو مش عارف ينام او ريستلس مش قادر يدخل في النوم، او يبتدي يبقى قاعد صاحي خايف ينام عشان ما يجيلوش النايت مير اللي بيفكروا بالتروما. كل الحاجات دي بتخلي الطفل دي كرايتيريا يعني بتاعت التروماتيك اكسبيرينس اللي حصلت للطفل. وعندنا ريد فلاجز لازم نخلي بالنا منها في الاطفال، الكومن كومن يعني حاجه بتحصل للولد على طول ممكن تكون دي من حياته، لكن لما يحصل حاجه اكيوت ويحصل معاها تصرفات ما كانش الطفل بيتصرفها، يعني هو طول عمره مش اجريسيف، طول عمره بينام 8 ساعات كونتينيوس، فجاه حصل له ان هو مش عارف ينام، ان هو عنده ديفيكولتي فولينج ان هو تو سليب، ان هو بيجي له نايت ميرز كتير، ان هو شهيته قلت، السكول بيرفورمانس بتاعته قلت، ابتدى يعيط كتير، ابتدى يبقى فيه سوشيال ويذدرول. كل الحاجات دي لازم نحط عليها underline red flags I have to investigate as a pediatrician أو behavioral pediatrician، إن أنا لازم investigate الكلام ده. أنا في أول التوك بتاعتي قلت إن كل الكريتيريا اللي أنا قلتها دي للأطفال فيما above 6 years old والأدوليسنت وكمان الأدلت هي نفس الكريتيريا في DSM-5. DSM-5 ده كتاب للأدلت وللتشيلدرين مع بعض، كل البزيزيز محطوطة في كتاب، الكريتيريا لازم ناخدها واحدة واحدة علشان نعرف دي fulfilling الديزيز ده ولا هي not fulfilling، فده مش ديزيز ودي حاجة ممكن تكون هتعدي وتبقى بسيطة. طب ايه اللي هم under 6 ممكن يحصل لهم ايه؟ هيحصل لهم حاجات مشابهه بحاجات مختلفه على بسيط خالص، اللي هو الاطفال اللي هم below 6 or younger بيبقى عندهم ثلاثه بس ثلاثه للكريتيريا ايه بدل اربعه، اللي هو ممكن يشوف يدايركت تروما ليه هو، او يشوف او يعرف ان ايه التروما دي حصلت لحد من قرايبه او من اهله بس، لكن ما يعرفش السايد توكس، ما يعرفش يجيب ان هو يسمع الاكسبيرينس بتاعت الاذرز. ولو اني انا بشوف ولاد عندهم 4 سنين ناصحين جدا وبيسمعوا الكلام ده، بيخشوا في انتروزف سيمبتومز بس بوان اور مور مش تو اور مور زي الكرايتيريا بتاعت الابف 6 years، وبيبقى عندهم نفس الكريتيريا في الانتروجن هي بتاعت نايت ميرز والفلاش باكس والكلام ده كله بيبقى موجود في البلو 6، لكن بيبقى عندهم سوشيال ويذدرول اكتر. الاطفال بلو 6 هيبقى عنده سوشيال ويذدرول اكتر من الطفل اللي اباف 6، يعني اباف 6 هيعمل حاجات تانية، هيعمل اجريسيف بيهيفير، هيعبر عن المشكله اللي عنده، لكن الطفل اللي اقل من 6 هيعمل سوشيال ويذدرول اكتر من الاطفال اللي اباف 6، وطبعا هيبقى عنده اكسبريشن الريدكشن في الاكسبريشن البوزيتيف ايموشن دي برضك موجوده في الاباف 6 بس هنا هتبقى اكزاجريتد اكتر. هي دي الدي اس ام 5 كرايتيريا of post-traumatic stress disorder في الchildren. أخذنا الكاتيجوريز بتاعت الأباف 6 والأدوليسنس ودي البلو 6 كريتيريا، وأتمنى أنها تكون كريتيريا واضحة وخدناها step wise كده ولذيذة، وشكرا. Thank you دكتور عزة، الحقيقة very nice presentation، الحقيقة استمتعنا بيها جدا وإلستريتيف وخدنا كل المعلومات، بنشكرك جدا. ميرسي قوي دكتوره هوايه، ان شاء الله في الاخر باذن الله بس منوره از يوجوال، يعني ربنا يخليكي يا دكتوره هوايه، ده نور حضرتك، الله يخليك على ذوق حضرتك وكلامك الحلو دايما استاذه دكتوره عزه، دايما بت